في محافظة القادسية خرج المحاضرون في مدينة الديوانية بمظاهرة مطالبين بحقهم في التثبيت ومنددين بفساد الإدارة المحلية للمحافظة. فنشاهد. عملوا احنا سبب الانتحار بالديوانيه، شباب الديوانيه جاي ينتحرون يوميا. شو يعني؟ كافه المسؤولين في الديوانيه والحمل رئاسي الوزراء، خلي يتابعون قضيه الشباب، قضيه المحاضرين، قضيه المحاضرين الباقيين بدون عمل، بدون شغل، كل شيء مواقف، كل شيء مواعدهم، احنا نحمل الكل، بس لا جاي يصابون هنا بالفساد.